انا بدا ولفت سلطانه كنحس براسي وليت معاكم بنت الدار. مشاركتي هو تكريم ليا اللي تفاجأت فاش اتصلوا بيا وفرحت بزاف وهذا شرف ليا. يمكن شافوا انه في ظرف وجيز يمكن حققت ذاتي والحمد لله، وهذا يكون حافز باش نخدم اكثر ونعطي اكثر ونجتهد اكثر. يمكن عيني الناس زوينين، علاش كيشوفوا هذا الشيء زوين؟ سر ما كاينش سر، يعني في الباسي ولا حتى ماكياجي وشعري كنصايبو راسي، الباسي كنختارو راسي، فهذا كيبقى ذوق. ويمكن الناس اللي قلبهم زوين وعينيهم زوينين كيشوفوا كل شيء زوين. سي فري كو هادوك التصاور كانوا من حفل الزواج ديالي اللي كان شحال من عام هادي من قبل، وسيتو كاين بزاف ديال الاسباب، وانا السبب اللي يخليني ما نقدرش راجل ولا امراه هو الكذوب. الحاجه الوحيده اللي ما كنستحملهاش في الناس هو الكذوب، وفي العيالات هو النفاق، وسورتو حنا كنعيشو في مجتمع منافق بزاف، فالله يقدرنا ويصبرنا باش نقدروا نتعايشوا مع الناس المنافقين وصافي. اكيد بيناتنا اتصال وكنتمنى لها حياه زوجيه سعيده وان شاء الله نفرحوا بوليداتها. امتى بغيتي؟ ياك ما عرفتش كتبقى. نقدر نقول لك لا ما بغيتش نتزوج، وما عرفتش هذاك الشيء كيبقى مكتاب، و اون جينيرال الله يدير لنا اللي فيها الخير. اول شيء الواحد خاصو يبغي راسو، يتعلم يبغي راسو. ملي كتبغي راسك اوتوماتيكمون كتبغي الناس اللي دايرين بيك. وكنصح كاع النساء، شوف في حياتنا كنعيشوا حوايج زوينه وحوايج خايبه، نحاولوا وحنا كنفكروا ديما في الايجابيات، ما نتفكروش حوايج خايبه ولا دي زيشيك وقعوا لينا في حياتنا، نتفكروا ديما لي مومون زوينين، ويكون عندنا ديما هدف وطموح ونحطوه قدامنا وغادي نوصلوا له تو سامبلومون. فنصيحتي الناس يكونوا متفائلين ويتفائلوا بالخير ويحطوا الخير قدامهم، وسورتو يكون قلبهم زوين باش يوصلوا والله يسهل عليهم. وي عندي مسلسل رمضاني مع ياسين فنان اللي غادي يكون على القناة الأولى، وشخصية واحد شوية كنظن غادي تعبني باسكو ماشي سهلة، وكنتمنى إن شاء الله يدوز التصوير على خير وإن شاء الله المسلسل يعجب الناس في رمضان. ترران عرفتي ما كنبغيش نهضر بزاف، كنبغي يبقى كلشي. اش بالك؟ ما بسيطاش بزاف. هي غادي تكون دكتورة وصافي، ما بغيش نقول شي حاجه اكثر. حتى انا من المتابعين ديال سلطانه، وكنبغي نشكر الموقع الرائع اللي متابع جميع اخبار الفنانين بامتياز، ما كتزقلو حتى حاجه تو سامبلومون. وتحيه لكاع الناس اللي كيتبعوا مجله سلطانه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.